اجتمع معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوات دفاع البحرين في فندق ريتز كارلتون مع معالي الدكتور خالد متعب العبيدي وزير الدفاع بجمهورية العراق والوفد المرافق له بمناسبة زيارته لمملكة البحرين للمشاركة في فعاليات المنتدى 11 لمؤتمر حوار المنامة 2015 للأمن الإقليمي. وخلال الاجتماع رحب صاحب المعالي القائد العام لقوات دفاع البحرين بوزير الدفاع العراقي، كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.